مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمه اخيره. النهارده عندنا ساعه اخباريه مزدحمه بالاخبار، وفي ساعتنا الثانيه هنتكلم عن تمويل جماعه الاخوان. والحقيقه ان في الفتره الاخيره واللي شفنا فيها تحريض مستمر واصوات مستعره من الخارج و آلاف الأعضاء من الجماعة اللي يقيمون ما بين تركيا وقطر وناس في إسبانيا، محمد علي وغيرهم، كل ده بيخلينا نسأل منين كل هذا التمويل؟ مين اللي بيدير هذه الشبكة العنكبوتية، خاصة بعد أن انتقلت القيادة الإخوانية لأول مرة إلى لندن حيث يقيم إبراهيم منير نائب المرشد الجديد؟ قصة تمويل الإخوان من بدايتها، من بداية أول تمويل حصلوا عليه في عهد حسن البنا وحتى التمويل القطري للإخوان، هذا هيكون فقرتنا الثانية النهاردة بعد الأخبار، وضيفنا هيكون المحامي مختار نوح القيادي السابق في تنظيم الإخوان. وفي حلقة اليوم أيضا هنتكلم عن حكايات البنات اللي انتشرت مؤخرا أنه تم اختطافهم وتبين أنهم هربوا من بيوتهم نتيجة للعنف الأسري. قصتنا النهاردة مش عن الخطف ومش عن الشائعات، قصتنا عن العنف الأسري اللي بيؤدي لهروب البنات وإزاي نقدر نواجهه. أيضا هيكون معانا الفنان الكبير يحيى الفخراني في حوار قصير سجلناه معه في بلاتو مسلسل الجديد نجيب زاهي زركش. كان المفروض ان احنا نذيع هذا اللقاء اول يوم ظهرنا فيه اليوم الحد الماضي، لكن دهمنا الوقت. بنعتذر للاستاذ للدكتور يحيى وبنعتذر للجماهير، والنهارده هنذيع هذا الحوار القصير. وهنكلمكم ايضا عن ترامب اللي هو مبهر بصراحه، ابهرني ترامب في خطابه منذ قليل. هنشوف كل ده ويلا نبتدي الحلقه. أهلا بكم من جديد. الرئيس السيسي افتتح منذ قليل معرض تراثنا، هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها الرئيس هذا المعرض، وهو أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف المحافظات. هذا المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز وكان في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. المعرض ده هيتفتح بعد كده للجمهور علشان كل الناس تقدر انها تروح تشوفه. في هذا المعرض اكتر من 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية. والحقيقة انه الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي اساس لاقتصادات دول كثيرة جدا، ومصر بتهتم بهذه بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لانه يعني هذه الصناعات اولا بتشغل عمالة كثيرة جدا، بتشغل ناس بعدد ضخم موجودة في محافظات عديدة، وبالتالي هي الحقيقة لو احنا بنتكلم عن تنمية، لو احنا بنتكلم عن محاولات لتقليل البطالة خاصة في وقت الكورونا، فسلاحنا يجب أن يكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة. معي على الهاتف الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. دكتورة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيكي. يعني اهميه هذا المعرض اللي افتتحه النهارده الرئيس. معرض تراثنا اللي افتتحه سياده الرئيس النهارده ده معرض تراثنا اللي بيقام للدوره الثانيه، تم اقامته العام الماضي، وبرده العام الماضي كنا شرفنا ان المعرض كان تحت رعايته وبافتتاحه. النهارده سيادته شرفنا بالافتتاح، وقد ايه رساله تعزز كل الكلام اللي حضرتك كنت بتقوليه عن مدى اهتمام الدوله بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وخاصه الحرف التراثيه واليدويه. المعرض يضم اكثر من 620 عارض، معانا اكثر من 45 جمعيه اهليه، معانا اكثر من وزاره واكثر من جهه، وبالاضافه لكل ده احنا مستضيفين دوله السودان الشقيقه ضيف شرف، مشاركين معاهم بمنتجاتهم اليدويه سواء بقى مصنوعات جلديه خشبيه من العاج، اي مصنوعات متميزه. فالمعرض هذا العام يعني حقيقي النهارده اول يوم، ولكن هو اعداده جيد جدا،
يحتوي على العديد من المنتجات، وإن شاء الله تكون فرصة طيبة لكل أصحاب المشاركين في المعرض ده للتسويق ولعرض منتجاته. إيه اللي جذب نظر الرئيس؟ يعني هو وقف عند إيه؟ المعرض زي ما حضرتك بتقولي 620 شركة عارضة أو عارض، إيه اللي وقف قدامه عجبه إيه؟ يعني هنا قال إيه وإيه اللي اهتم بيه في هذا المعرض؟ بصي هقول لك، إحنا طبعًا كان متحدد نقاط معينة سيادته يمر عليها وحريصين إن هو يشوفها، ولكن ما سابش حضرتك جناح ولا مجموعة عمل ولا مجموعة من السيدات إلا ما تواصل معاهم واتفرج على منتجهم. شاف كل المنتجات، أكتر حاجة لفتت نظره المنتجات الجلدية من الجلد الطبيعي، منتجات سوهاج في أخنيم، منتجات الغزل اللي معمولة في الوادي الجديد، منتجات الصدف، وكمان تطلع للركن الخاص بمنتجات تجلي وهو منتج أو علامة تجارية لكل منتجات سانت كاترين. على الجانب الآخر كان في الختام معانا كنوز الجلالة، وكانت كلها منتجات من الرخام المصري الرائع الحقيقي، مهما الواحد يتكلم عليه مش هتقدري توصفيه ولا تديله حقه، لازم الناس تيجي تشوف بنفسها. الجلاله دي منطقه رخام، يعني اي حد بيعمل يعني بيدور على رخام ده يقول لك ايه، هات من عند رخام الجلاله. بس تشوفي بقى الرخام متوظف ازاي، الرخام متوظف ازاي، متوظف ازاي، وازاي قدرنا نمزج ما بين الرخام يعني كماده خام وما بين المنتجات او يعني الاثر اليدوي والاثار الاسلاميه. لا 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 لا، كانت حاجه متميزه جدا جدا جدا. يعني كل العارضين دكتوره يعني مدعومين من جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ كل العملاء حضرتك، كلهم كل العملاء، كل العملاء، بس معانا طبعا هقول لحضرتك حاجه، هي كل العملاء طبعا لهم دعم من جهاز تنميه المشروعات، سواء دعم مالي او دعم فني، ولكن كان معانا برضو مشارك معانا وزارات وهيئات بتتداخل أنشطتها مع أجهزة جهاز تنمية المشروعات، زي مثلا كان معانا وزارة الثقافة ووزارة الشباب، كان معانا وزارة التربية والتعليم، على أساس كان مدارس التعليم الفني كانت مشاركة معانا ببعض المنتجات. الغرض من المعرض ده إن كل من يمتهن الحرفة ويحافظ عليها ويعمل منتج متميز ان هو يشارك معانا في المعرض ده كوسيله لفتح اسواق، يعني فتح اسواق جديده له، وان هي بيبقى في مجال لاقامه علاقات تجاريه، بيع مباشر، كل شيء موجود. يعني حجم التمويل الجهاز للمشروعات قد ايه يا دكتوره؟ بصي حضرتك، احنا خلال الخمس سنوات الماضيه ضخينا تقريبا 28 مليار جنيه. وده يوازي 60% من اجمالي ما ضخه الجهاز منذ نشاته سنه 92، يعني احنا منذ نشاتنا ضخينا تقريبا 46 منهم 28 خلال الخمس سنوات الماضيه. ده رقم كبير. امتى هيفتح للجمهور هذا المعرض؟ هو حضرتك بعد الافتتاح الرئاسي تم فتحه للجمهور، وانا بكلم حضرتك من المعرض واخدت كورنر علشان اعرف اتكلم. أشكرك. عشان من كتر الزحمه اللي موجوده. لا اشكرك، ناس كتيره بتحب تروح المعرض ده على فكره، تشتري حاجات كتيره. قوي قوي قوي، وانا فرصه ان انا من خلال لقائي مع حضرتك ان احنا بندعو كل الساده المشاهدين يجوا يشرفونا ان شاء الله، وهيجدوا جميع انواع المنتجات، وهتكون فرصه جيده جدا. مفيش احسن من ان احنا نوجه الرساله دي من خلال برنامج حضرتك. اشكرك يعني. والاسعار بقى يا دكتوره، الاسعار في المعرض رائعة. يعني رائعة. احنا رائعة. كمان بنضم صوتنا لصوتك، احنا كمان هنكون موجودين بكاميراتنا بكره نشوف بقى كل التفاصيل. أهلا ده من اعتقد ده من احب المعارض لحضرتك، وواضح ان الرئيس مهتم بيه. يعني انا بشوف ان معارض التراث والمشروعات الصغيره والحرف، ان احنا نحافظ على الحرف التقليديه، ده كل ده مهم جدا الحقيقه. بصي، اي حاجه بتساعد في انك انت بتوفري فرصه عمل وبتفتحي باب رزق، او بمعنى اصح بتوفري لقمة عيش زي ما بيقولوا، مفيش أحسن من كده. طبعا طبعا، فده بجد بيضفي عندي أنا على المستوى الشخصي قبل المهني، بيضفي عليا سعادة، لأن أنا بشوف معايا ناس ابتدت منذ سنوات مشروعات بسيطة جدا
ودلوقتي اصبحوا سيدات اعمال ورجال اعمال، وفي بعض منهم بيقوم بالتصدير. هو ده بقى اللي عايزينهم يصدروا، هو ده الجزء اللي احنا مهتمين بيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه. بندعوكم كلكم انكم تروحوا معرض تراثنا، واحنا بكره باذن الله كاميراتنا هتكون هناك واكيد هنعرض لكم تقرير من هناك. دي بتبقى حاجات فعلا مهمة مرة أخرى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد اقتصادات دول كثيرة في جنوب شرق آسيا، نتمنى أنها تكون عماد اقتصادنا أيضا. قبل ما نرجع للأخبار المحلية، ترامب بيبهرني كل مرة، بيبهرني بصراحة. يعني هو غالبا لسه عيان، أو يعني ما نعرفش إذا كان نيجاتيف ولا لأ، هم ما قالوش. يعني هو الراجل ما كملش أسبوع تقريبا لما قالوا إن هو بوزيتيف وراح المستشفى. النهارده وقف في شرفة البيت الأبيض زي البابا كده، زي عارفين البابا بيقف في الفاتيكان، يقف البابا ويقف مريدوه والناس كلها اللي بتحب البابا تقف تحت. طب البابا بيقول موعظة، ترامب بقى قال لك إيه؟ طيب أنتوا بتقولوا ما ينفعش، لا هو ينفع. ينفع إزاي؟ وقف في البلكونة بتاعة البيت الأبيض ومعاه الناس، ومثلا 20 دقيقة واقف بيدي خطاب، ولا نعرف هو خف ولا لأ، ولا نعرف بقى نيجاتيف ولا لأ. وطبعا هو مش لابس ماسك، بس ماشي هو مش لابس ماسك عشان هو بعيد عن الناس. طب انت وانت داخل مش في بني أدمين آخرين حواليك، ولا مثلا هتخش تلبس الماسك وتيجي؟ المهم يعني طبعا لو هو نيجاتيف يبقى فيه ميركل حصلت، يبقى فيه الدواء اللي كانوا شايلينه في الدرج، الريجيتون ده ولا مش فاكره اسمه، احنا عمرنا ما سمعنا عنه اصلا. احنا سمعنا عنه فقط عندما اخذوا الرئيس ترامب او تعطى الرئيس ترامب، وكان رقم 8 اكسبيرمنتال، وقال لك الامرجنسي يوز اللي هو ايه، انه بيدوا له رخصه الطوارئ. والطوارئ الراجل قال لك انا هاخد رخصه الطوارئ، عندي انتخابات وانا فاضي لسه هتجربوا عليا، وخد الريميدي سيفير والديكساميثازون وكل الكلام. لكن الحقيقه انه يعني الناس بقى كانت لابسه، بعضهم غالبهم كانوا لابسين ماسكات من يعني من مؤيديه كانوا موجودين، زي ما بقول لكم زي بالظبط البابا والناس. طب البابا بيقول العظه، طب ترامب رفض ان هو يعمل المناظره، وقال لك مش عايز مناظره ديجيتال او مش عايز مناظره اونلاين. وبايدن قال لك لا وانا يقف جنبي مش اما اتاكد الاول ان هو خف، وبالتالي الغيت المناظره وكل واحد فيهم هيطلع على شاشه التلفزيون يرد على اسئله الناس. بس المبهر اصراره ان هو يطلع وهو عيان. لم يعلن البيت الابيض، لم يعلن طبيب البيت الابيض انه خف، هو طلع لوحده كده. ما علينا، مبهر برضو، هنشوف ماذا سيحدث في هذه الانتخابات. نرجع لقصة نرجع تاني للأخبار المحلية. وبقالنا أيام في دايرة كده، فلانة اتخطفت، فلانة اتخطفت، فلانة اتخطفت. أنا نفسي بيجي لي رسائل فلانة اتخطفت من الصعيد، فلانة اتخطفت من اسكندرية، من المنوفية. المهم البنات طلعوا ما اتخطفوش، سواء فرح أو إنجي أو غيرهم، و كانوا هربانين من بيوتهم لأسباب تتعلق بسوء علاقة مع الأسرة، بعنف أسري. السيد النائب العام أصدر بيان وقال فيه أنه بالفعل الأمن لقى هؤلاء البنات ورجعهم لأسرهم مرة أخرى، بالذات فتاة اسكندرية وأيضا فتاة المنوفية، وأنه بلاش يا جماعة الشائعات، والحقيقة أنه مفيش اختطاف وما إلى ذلك. أنا مش يعني ماشي، موضوع الشائعات ده احنا عارفينه وخلاص اتعودنا عليه، والحقيقة إن بيانات النائب العام بقت سريعة وبسرعة بتطرأ هذه الشائعات. السؤال هو قصة العنف الأسري، فرح فتاة الإسكندرية اللي موجودة معانا على الشاشة دي دلوقتي في فيديو أنا مش عايزة أذيعه، بس هي بتتكلم عن إنها أمها وأبوها كانوا بيضربوها بعصاية خشب، وانها بعد كده خرجت ومشيت وكانت تعرف حد ايا ما كان، انا مش هتدخل في الخصوصيات دي. صورتها مع اهلها والصوره معبره ايضا. الغريب ان احنا لما شفنا قصه فرح
وقرينا التعليقات عليها لقينا تعليقات غريبة جدا من البنات على السوشيال ميديا. ايه المشكلة حبيبتي ان انت بتضربي بعصاية خشب؟ ده انا بتضرب بعصاية الغالية. ايه يا ماما ده انا ياما اتكسرت عليا عصيان كذا، ده انا فين ايام الشبشب وكذا وكذا. وكأن العنف الاسري ده عادي، وكأنه اضرب البنت يكسر للبنت ضلع يطلع لها 24، ده اصبح يعني ده كلام كنا بنقوله زمان، لكن دلوقتي ما زال موجود في هذا العصر في هذا الزمن. ده سؤال مهم جدا، مدى قبول المجتمع للعنف الاسري، ان من حق الاهل ان هم يضربوا العيال بالشكل ده بالشكل اللي يخليها تطفش تطفش وتمشي وتسيب البيت. نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المراه. نهاد مساء الخير. اهلا، مساء الخير ومبروك على عوده البرنامج، ونورت الدنيا كلها. الله يخليكي، ميرسي، وسعيده بقى انك تدخلي معانا في مواجهات قضايا المراه. يشرفني حبيبتي. هل احنا كمجتمع بنقبل العنف الاسري؟ بنعتبره عادي؟ بنعتبره طبيعي؟ الحقيقه في تقرير مهم جدا صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بيتكلم على العنف ضد الأطفال. إحنا بنتكلم على 8 من كل 10 أطفال بيتعرضوا للعنف الأسري، والحقيقة إحنا متخيلين إن ده نوع من التربية، لكن الأساس في العنف الأسري ملوش أي علاقة بالتربية، هو سلوك استضعاف لطرف تاني. يعني حد يبقى عنده مشكلة فيطلع غله أو يفش غله في طرف أضعف، وعادة ما بنستخدم الأطفال باعتبارهم هم الطرف الأضعف اللي ما فيش حد هيتكلم عنهم، وفي قبول مجتمعي حواليه كده فالناس تفش غلبها. لكن لو كل أب ولا كل أم تعامل مع الولد ومع البنت دول على إنه في دولة هتحميهم وفي قانون، في الحقيقة ساعتها مش هيبقى في كل هذه المبررات للعنف الأسري، ولا الكلام اللي اسمحي لي بقى بين قوسين اللهبل بتاع انا بربيهم. أيوة. احنا مش بنربيهم، احنا بنطلع غلبنا فيهم لانهم اضعف، وبالتالي يفضل نضرب في الولد والبنت لحد الولد ما يشب ويبقى مراهق ويبقى طول ابوه وامه يبداوا يخافوا منه وما يضربوهوش، لانهم عارفين ان الولد ده لو مدوا ايديهم عليه هيبقى رد فعله غير لما كان طفل. مين بقى اللي بيفضل يتضرب على طول على طول؟ البنات. فتلاقي الولاد كل لما تكبر بيقل العنف تجاههم، لكن البنات بيزيد، ويزيدها بمبررات من نوعيه انا بحبها، انا خايف عليها، اصلها كبرت، اصلها بقت في ثانوي، اصلها ممكن تعرف ولد، اصلها ممكن تعرف بنت، فيبدا يضربه بزيادة. والحقيقة ده فعل جبان وفعل استضعاف ملوش علاقة بالتربية ولا الحب ولا الخوف. الصورة يعني هاد اللي لما البنت رجعت لأسرتها، الصورة وهي والأهل بيحضنوها، البنت حتى مش بتحضنهم، البنت مش عارفة تحضنهم قدام الكاميرا، وكأنها يعني منزعجة خايفة. يعني بصي، مع كل تقديري للدور المهم اللي بيلعبه النائب العام، لكن الحقيقة في الحالة دي لا يجب تسليم البنت للأهل، بالعكس في مراكز رعاية المرأة المعنفة أو الفتاة المعنفة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وندي دي مش إصلاحية، دي مراكز استضافة في منتهى الرقي، يجب على مكتب النائب العام في الحالة دي إنه يسلم البنت للمراكز دي، والأهل يعاد تأهيلهم من أول وجديد، لأن سيبك أنت من البوستين والحضن اللي قدام الكاميرا، البنت دي مين اللي هيحميها لما ترجع؟ مين اللي هيحميها لو خدت علقه موت وجات لنا جثه؟ في الاخر هيبقى ضرب افضى الى موت على فكره، يعني في النهايه مش هيتحاسبوا على انهم قتلوها، بس في النهايه هياخدوا 2 سنين سجن ولا 1 سنة سجن بالكثير. بس نهاية دي بنت مرعوبه ومن حقها تترعب. بس ده احنا عندنا يعني معلش البيوت كلها، مش عايزه اقول لك البيوت كلها، بس الحقيقه انه كثير جدا من البيوت فيها الموضوع ده. ده الألم أقل حاجة يعني عندنا في بيوت مصرية كثيرة. بصي، أنا بأؤمن جدا بدور القانون في تقويم سلوك الناس، وانت مش محتاجة تسجني كل الناس، لكن لو اتخذت إجراءات حاسمة ضد عدد من الحالات بقية المجتمع كله هيحس إن العيال مش كيس رمل زي بتاع الملاكمين الناس تطلع فيه غلبهم. يعني لو البنت دي اتسلمت
لبيت الاستضافة بتاع مركز التابع لوزارة الصدام، وتم رعايتها لفترة، ودخول الأب والأم دول لدورة تدريبية تأهيلية عشان يفهموا يعني إيه أب وأم أصلاً. أنا أعتقد إنه لو الحالة دي مع حالتين ثلاثة تم التعامل معهم بالشكل ده، هتبدأ الناس تفوق من فكرة إنه الأطفال أو الولادنا مش عجينة نقعد نفعص فيها زي ما إحنا عايزين. حالة الرعب اللي على وش البنت دي الحقيقة توجع القلب، هي دي اللي توجع. أنا بقول لك هي هترجع هتاخد علقة موت وممكن تطفش تاني. بشكرك منى، بشكرك نهاده ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المراه. احنا محتاجين الاهالي تفهم ان الضرب مش هو الوسيله، وان الضرب مش هو التربيه، في وسائل اخرى كثيره، تفاهم، عقل، خناق، حتى خصام، في عقوبات كثيره جدا اكيد مش منها العنف. بعد غياب 4 سنين تعود الجميلة منى زكي، فنانة ممثلة مهمة جدا اهتمت بقضايا كثيرة منها قضايا المرأة. منى زكي بترجع بالصندوق الأسود، فيلم جديد نازل قريب، خلونا نشوف التريلر. الصندوق الأسود، مساء الخير يا منى. الفل يا لميس، وحمد لله على السلامة، والف مبروك البرنامج، وحشتينا جدا. الله يخليكي، ميرسي حبيبتي. انت كمان وحشتينا على السينما جدا وعلى الشاشة، وانا عارفة انها بالنسبة لك مختلفة عن اي حاجة، انه فكرة السينما مختلفة. اكيد اكيد، بس انا بتخض من الرقم. يعني لما بتقولي 4 سنين وبحس ايه ده، بجد كانوا 4 سنين، بتخض قوي ان فات كده. عدوا بسرعه، عدوا بسرعه. عدوا بسرعه، رغم ان انا كان وحشني شغلي قوي، وطول الوقت ببقى نفسي الاقي حاجه اشتغلها، بس الحمد لله. يعني مش عايزين نقول انهم 4 سنين. في عنف كتير في الفيلم، الفيلم ده كان صعب يا منى؟ الفيلم كان صعب أفتن في زول، لأن هو معظمه أستاذ محمود كامل، معتمد على التلقائية، وكان بيشجع يعني أن معظمنا نبقى تلقائيين، وحتى في حركة كاميرا كده يعني. فكان وعشان في عنف وكمان لازم حاجات كتير تبقى تلقائية، فكان اعتقد دي صعوبة يعني. وكمان الكورونا، يعني بتصوروا في وقت الكورونا؟ لا احنا لا لا لا، احنا كنا بنصور قبل الكورونا بكتير. احنا يعني خلصنا الفيلم قبل اصلا ما الكورونا تظهر في اي حد يعني في العالم يعني. متوقع الفيلم ينزل امتى؟ لا هو متحدد له ميعاد ان شاء الله يوم 28، فربنا يا رب يسهل ويعجب الناس، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه يعني يا رب باذن الله. يعني وقت بقى الكورونا والقلق، انت كنتي قافله على نفسك ولا عامله ايه يا منى؟ ايوه لا احنا كنا بنصور مسلسل استاذ تامر محسن تقاطع طرق، بس طبعا ما للاسف ما لحقناش رمضان بسبب ان الكورونا، يعني حسينا بضغط قوي في وقت الكورونا، وعندنا ممثلين كانوا مفترض انهم يجوا من بره مصر، فما كانش في طيران، فما عرفناش يعني نكمل. فده اللي كان بيحصل وقت الكورونا، قعدت نصها بشتغل ونصها قافل على نفسي. قافل على نفسك وعلى الولاد بقى يعني؟ اكيد الولاد قبلي اكيد. فمتوقعين المسلسل يبقى يعني على رمضان الجاي، ولا ممكن يبقى سيزن غير رمضان؟ ان شاء الله باذن الله رمضان الجاي، انا يعني مش متاكده بس اتمنى ده، وان شاء الله ده يحصل يا رب. طب قبل ما نقل لقضيه تانية، تقولي للناس ايه عن الفيلم؟ انا شايفه ان في عدد من الفنانين الشباب يعني. طبعا لا انا يعني بجد كنت مبسوطه قوي بالتعامل مع فراج ومع مصطفى، وكان اول مره نمثل مع بعض، وانا اتبسطت جدا معاهم. ومصطفى مش طالع كوميدي يا منى ولا ايه؟ هو اصلا هو ممثل هايل، هو مش بس كوميديان يعني، هو ممثل هايل. فانا مبسوطه ان هو حد متفتح وبيقدر وبيحب يعني يعمل، مش بس بيقدر كمان بيحب، وعنده جرأة انه
يعمل يبقى شاطر قوي في الكوميدي، وكمان يعمل ادوار جد ويبقى برضو شاطر فيها قوي. قبل الفقرة دي كنا بنتكلم على العنف ضد البنات، العنف الأسري وحكايات. بس كمان أنا آسفة قبل ما نتكلم في الموضوع ده، كمان فراج ممثل كبير طبعًا. وموهبة كبيرة، يعني قصدي أنا كنت في وسط ناس موهوبة كتير، وأتمنى إن يعني نبقى كلنا كويسين ونبقى ساعدنا بعض يعني. لا ان شاء الله، ووجودك اكيد برضه بيديهم ثقه ان برضه فنانه لها تاريخ ولها خبره في السينما وفي الدراما، فبرضه وجودك اكيد بيدي ثقه لكل. لا والله على فكره الموضوع ليه علاقه بالموهبه، هو طالما اللي قدامك حد عايش اللحظه اللي انتوا بتمثلوها ومتفتح لاحاسيس ومفتح حواسه ومخه وكده، بيبقى التعامل حلو جدا وسلس جدا وفي ابداع، لان هو شغلتنا كده يعني طبعاً. طول الوقت انت ريسيفنج وجيفنج يعني في لحظات المشاهد والتمثيل يعني. قبل ما يعني نتكلم سوا كنا بنتكلم على العنف الاسري، البنات اللي هربوا من اسرهم. ايوه سمعت شويه طبعا يا لميس، للاسف الشارع بس سمعت. يعني الفكره دي انت ايه رايك في قصه العنف الاسري بالذات ضد البنات، البنات اللي هربت من بيوتها علشان بيعنفوا اسريا، ايه رايك في هذه القصه؟ وانا عارفه ان ليكي غير مقبول الحقيقه، هي دي للاسف حاجات موجوده في ثقافتنا، واكثر ضلع عشان يطلع لها ايه والكلام ده، انا بالنسبه لي غير مقبول، غير مقبول ان حد يمد ايده على اي حد اصلا، مش بس بناته ولا زوجته ولا اي ست يعني الحقيقه. وانا عارفه ان انت بتشاركي في حمله اليونيسف بالهداوة مش بالقساوه. اكيد انا سفيره طبعا ليونيسف، وعملنا الحمله دي وانا كنت مبسوطه جدا بيها، واي حاجه بعملها بتساعد يحصل تواصل ما بين جيلين، او ان جيل يفهم جيل ونستوعب بعض ونبتدي نغير تقاليد احنا كنا فاكرينها او اتعودنا عليها، بس هي حقيقي مش صح يعني، مش صح ان حد يمد ايده على حد، مش صح ان انت تكسر بني آدم ومشاعره وكبرياءه وحاجات كتير يعني، حتى لو كان صغير، حتى لو كان يعني كتير مهما كان سنه يعني. لا طبعا ده كل دي حاجات بتفضل جوه البني آدم ما بتروحش خالص. لا طبعا لما بتختلفي مع ليلي، مع بنتك الكبيرة، نوع الاختلاف، واكيد بتختلفوا كل ام طبعاً. ممكن تختلف مع أكيد. مع بنتها ومع اولادها، بيوصل للخلاف لايه؟ ايه طريقه التعامل بينكم؟ ايه طريقه نقاش ثم نقاش ثم نقاش ثم نقاش، وبعدين في مين اللي بيزهق الاول يا منى؟ ايه مين اللي بيزهق الاول؟ والله انت لازم نفسك يبقى طويل، ولازم يبقى عندك ردود مقنعه، زي ما اللي قدامك هيقول لك، ابنك او بنتك هتقول لك ردود مقنعه جدا، فانت لازم وتفتكري انت وانت في سنها برضو يعني، ما هو دي حاجة احنا بننساها، احنا بننسى احنا كنا عاملين ازاي في سنهم واصغر من يعني، بننسى مراحل سننا، بس لو رجعتي ثانية وافتكرتيها هتعرفي كويس قوي ان لا لازم تفهمي اللي قدامك وتحاولي تقنعيه او تقتنعي بيه يعني، بيبقى في عقاب بسيط زي التليفون مثلا يعني، ان التليفون مش هيبقى بيستخدم لمدة كذا يوم ده معايا يعني، بيبقى فيه كده، لكن ان احنا نوصل لمرحلة ان ايد ده غير مقبول بالمرة. الحقيقة انا عمري ما تربيت كده، ومش عايزة ابدا اربي ولادي كده. احنا في شهر اكتوبر، وهو الشهر اللي يعني بنقول فيه بنقدر نقاوم فيه ونقدر نساعد كل مرضى سرطان ثدي اللي بيحاربوا هذا المرض، وانت واحده من نجوم المشاركين والداعمين ايضا لهذا الموضوع، تقولي ايه للنساء في هذا الشهر؟ انتوا ابطالنا وهتفضلوا، هنفضل دايما بنبص لكم، نبص لقوتكم وكفاحكم، انتوا اكيد اكيد اقوى من اي مرض، وتقدروا اكيد تعدوه وتكسبوه
وتخلقوا منه حاجة كمان في حياتكم. أنا بشوف كده كتير متعافيات ومرضى بيعملوا كده، وهم دول اللي بيقدروا يتعافوا ويبقوا أقوياء. وبتمنى لكل الناس يا رب الشفاء يا رب، وما يبقاش في أي حد عنده حاجة وحشة يا رب. وأنا بشكرك وبحييكي، ويعني منى مش بس فنانة، يعني فنانة مؤثرة في السينما، يعني قائدة جيل كامل، لكن هي كمان لها أدوار إنسانية، وده بيفرق ممثلة عن ممثلة. لها أدوار إنسانية مهمة جدا، سواء في اليونيسف، سواء مع قضية مرضى السرطان. ده دور كثير من النساء اللي أو من الفنانات أيضا، إن هم يكونوا قدوة في هذه القضية. بشكرك فنانة جميلة صديقتنا منى زكي، وكنا بنتكلم على تعنيف البنات وقضايا الاختطاف. تحقيقات النيابة العامة أكدت منذ قليل خلو وقع تغيب فتاة المنوفية من أي شبهة جنائية، وأكدت التحقيقات المجرى مع الفتاة عقب العثور عليها. ودي فتاة أخرى اللي هي فتاة المنوفية ووالدها، وعدد من الشهود أنها لم تكن مختطفة، لم تتعرض لأي اعتداء عليها، وأن سبب تركها مسكن والدها لا يتعلق بوجود جريمة جنائية. لذلك أثارت النيابة عدم الإفصاح عنها حفظا لحقوق حرمة حياتها الخاصة. قد يكون خلاف آخر مع الأسرة، قد يكون أنها يعني أي حاجة أخرى مش عايزين نتطرق إليها، ولكن هذه ليست قضية اختطاف، ليست قضية اعتداء عليها يعني خارجي. أرجوكم راعوا البنات، أرجوكم راعوا أولادكم. دي قصة إنجي مش كده؟ دي قصة إنجي الفتاة، فتاة المنوفية. راعوا البنات، خلونا ناخد بناتنا في حضننا بدل ما يطفشوا. هي اسمها يطفشوا مش يهربوا. نخرج فاصل، وبعد الفاصل لقائنا مع الفنان يحيى الفخر. اهلا بكم من جديد. زرنا الدكتور يحيى الفخراني، النجم الكبير يحيى الفخراني، في بلاتو مسلسله الجديد نجيب زاهي زركش. هو الاسم صعب شويه، بس هذا المسلسل الذي يعود به يحيى الفخراني الى الدراما مره اخرى، والدراما الاجتماعيه اللي فيها بعض الكوميديا. البلاتو كان في كليه الهندسه جامعه عين شمس، والحقيقه ان هو استضافنا في اول يوم تصوير، وهنشوف بقى اجراءات التصوير والكمامات والبخاخات وكل الحاجات دي. نشوف هذا الحوار القصير اللي اجريناه، وبشكر الدكتور يحيى ان هو استضافنا في اول يوم تصوير، ونرجع تاني. وجينا عشان نسلم على نجيب زاهي زركش الدكتور يحيى الفخراني. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. نجيب زاهي زركش، اولا عايزه اقول لك انك وحشنا، وهم صحيح سنتين بس وشفناك على المسرح، بس في حاجه بتوحشنا في يحيى الفخراني في رمضان والدراما والمسلسلات. وانا والله بتوحش ان انا ابقى في مسلسل في رمضان، بس هي بقت مشكله الكتابه دي بقت. وانا الحقيقه يعني ما بلومش الكتاب، يعني انا اشتغلت حاجات كتير قوي، فبقى عندهم مساحات ما يقدروش يلمسوها، والا يبقى عملوا حاجه انا عملتها قبل كده، او وسني كمان بيحكم. عشان تختار نجيب زاهي زركش وعبد الرحيم كمان، ايه المميز؟ انا مش عايز احرق المسلسل، لكن ايه المميز فيها؟ ان حاجه جديده ما عملتهاش، وموضوع حسيته الحقيقه موضوع يعني يستحسن انه يقدم دلوقتي. والحاجه برضو يعني هو مسلسل اجتماعي لايت،
في كوميدي يعني؟ في كوميدي يعني طبعا. رجع لنا شويه كوميدي طبعا، وحشتنا بقى ايما وانا كمان والله كتير قوي اللي عملته كوميدي. انا بقول لك موضوع انا حبه يعني وعلاقه انا حبيبها. بس الكوميدي بتاع يحيى الفخراني هو كوميدي بالمقاس. هو مش بالمقاس، هقول لك ازاي. هو انا ما بق... انا مش موهوب او ان انا اضحك في المطلق يعني ما اقدرش تقول لي، لكن كل ما كان الموضوع تقيل كل ما اداني فرصه ان انا اضحك. وانا رايي ان المواضيع ذات قيمه، حتى الموضوع اللي يبقى فلسفي كل ما كان كوميدي ده يرسخ في اذهان المتفرج قوي. فانا ما بعرفش، ما عنديش هذه الموهبه اللي انا اقول لك اقدر اضحك الناس من غير ما بتقدرش تقول افيه. لا ما ينفعش، لازم يبقى محسوب ومكتوب ممكن يطلع حاجه كده ولازم تبقى ان انا اتردد جدا. ايه اللي بيحبه يحيى الفخراني اكتر، اللايت الاجتماعي لايت كوميدي ولا الملك لير على المسرح او حتى همام شيخ العرب همام او غيره؟ ده دراما تقيله. ما هو ما هو دي عبقريه شكسبير، ان هو في عز يعني لير تراجيديا ما فيش اسود من كده. فلازم تضحك قوي يعني في مشهد يفطس من الضحك وابيح كمان. بس انا بقيت اقوله بحرص وقاعد اكتب، لكن لو شكسبير عايش ما كانش راضى عني يعني لازم اقوله الصح بتاعه يعني. بتحب انه اكتر الكوميديا طبعا بتبقى يعني احلى على قلبي الحقيقه. وممكن ما تأثرش عليا سلبا، لان التراجيديا اوقات تسيب اثر في النفس كده لما تعيشيها قوي يعني. من اخر مسلسل قدمته 2018 بالحجم العائلي ده كان لايت، كان لايت بس من ساعتها ما فيش ولا سكريبت عجبك ولا المسرح اخذك؟ والله لا لا، قريت كتير جدا الحقيقه يعني، انا مش عايز اظلم الناس كمان يعني، يا اما حاجه انا فيها شبه من اللي انا عملته يا اما حاجه ما يعني ما تستاهلش ان الواحد يتعب فيها. في بقت مشكله اعتقد انها حاجه، ان بقى في مشروع لرمضان فده ما بيعجبنيش الحقيقه، ما بيبقاش ابدا. يعني ايه يا استاذ؟ يعني يقول لك يلا بقى نعمل لرمضان السنه الجايه دي مع يحيى الفخراني. ما ينفعش، لازم يبقى في موضوع يتكتب بصرف النظر عن ان الاول يبقى هم عند المتفرج عند الكاتب، وبعدين يلقلي يلقلي سنا واداء وكده يعني، فيبقى الموضوع يستاهل انه يتقدم. معظم شغل عبد الرحيم كمال بالذات مع حضرتك برضو من نوع الدراما الثقيله، بيعمل برضو دراما اجتماعيه خفيفه. انت شايف فيها ايه حضرتك؟ انا شايف ان عبد الرحيم دمه خفيف جدا على فكره. مين اللي دمه خفيف، حضرتك ولا عبد الرحيم يعني؟ لا ولا انت وعبد اللي بتقوله؟ الرحيم كمان. لا لا لا، الفنان التقيل يعني لازم يبقى دمه خفيف فعلا، لانه ما ينفعش ما يبقاش دمه خفيف. لانه ما الكوميديا فيها موسيقى. لو هو فنان بجد، ممثل، مخرج، مؤلف، لازم يبقى دمه خفيف. زاهي زركش، ادينا اي حاجه. هو علاقته ما... العلاقه الاساسيه هو الاب وابنائه يعني. يعني هو يعني لو عايز اقول فيها موتيفا على ايه يعني، يعني فاكر ان انا عملت زمان الاب البايظ في يتربى في عزه. طبعا ده العلاقه مختلفه شويه. وبرضه في لان انا دلوقتي ما اقدرش اطلع ابوس ولا اعمل رومانسي في السن، في رومانسيه على فكره يعني عارف عبد الرحيم رومانسيه موجوده في كل الاعمار. لا هقول لك حاجه، بس هو اوقات ايه يعني عبد الرحيم زمان لما عرض عليا ايام همام شيخ العرب همام، قبليها كان عرض عليا الخواجه عبد القادر. فكتبه لي كده في صفحتين، فقلت له ايه يا عبد الرحيم يعني ده شاب صغير يجي يعمله خواجه بيحب بنت صعيديه وبتاع، وعجبني بقى شيخ العرب همام. لغايه ما هو رقد عليه بقى
وجي قدمه لي بقى هو وشادي في الخواجه عبد القادر. فقلت له والله طب ما هو ده هو الموضوع. بس انت عملت رومانسي جدا طبعا، يا الليل واخره حد ينسى، والليل واخره ونصف ربيع الاخر، ما هو حد ينسى يعني انا شخصيا دي من المسلسلات الخالده في عقلي ووجداني. أيوة. ده هو نصف ربيع الاخر، ده حد ينساه؟ أيوة. والليل واخره أيوة. خبر ابيض، ده قمه، كان قمه الرومانسيه. هنا في برضه ده بس مش قوي يعني. لا مش بس هنا، العلاقه اللي تهمنا انا اكتر دلوقتي هي دي. سعيد بالنص، سعيد شادي طبعا هو المخرج. مين الطاقم اللي مع حضرتك لغايه دلوقتي؟ في انوشكا، في رنا رئيس، بنوته صغيره كده يعني. اول يوم تصوير انا كنت تاني يوم اصور، قالوا لي بكره ما فيش تصوير لانه جالها مسلان العور يعني سايتس يعني التهاب في المسلان العور، فاضطرت تدخل تعمل عمليه يعني. وهي جايه متحمسه قوي، فقلت لهم معلش يعني دي عكوسات البداية. الاول. ايوه بالظبط. بس الحمد لله عملت عمليه كويسه وغيرنا البروجرام، بس انها ما نبداش بيها وهي تقوم بالسلامه وتكمل. ودكتور يحيى جاي لنا بزي ما هو عشان نجيب ناجي رئيس، لان احنا ناجي زركش لان احنا يعني اختطفناه قليلا كده من اولا ميرسي ان حضرتك يعني بتستقبلني في اول يوم تصوير، وانا عارفه ان حضرتك ما بتعملش ده خالص يعني. بس عايز اقول كمان ان احنا واحنا داخلين للدكتور طبعا الكمامات، وكان في دكتور كان بيعقمنا. وعامل ايه في الكورونا يا دكتور؟ والله يعني الاجراءات الاحترازيه دي على طول، وهو شادي برضه غلس في انه ليه قبل ما اجي يقول له كله، جيت لقيت كله كمامات كله الان. انت قلقان؟ لا 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 خالص، ما دام واخدين بالنا خلاص ما احنا لازم نعيش. انت هتعملي ايه يعني؟ ايه اكتر حاجه حضرتك شايف انها لو اتفرج عليها الناس دلوقتي هيحبوها؟ زي في مسلسلات كتيره قديمه الناس بتتفرج عليها دلوقتي يرجعوا يتفرجوا عليها. في عمل معين حضرتك شايف لو اعيد عرضه دلوقتي يكون حلو للشباب؟ انا بشوف لما الناس لما بتعرض ليالي الحلميه بتتفرجوا عليه طبعا، الليل واخره، الحاجات اللي انت قلتيها كلها دي بيتفرجوا عليه وبيتشدوا. والله من ابناء العزاء شكرا. وصيام صيام وابناء العزاء، ما هو ابناء العزاء شكرا دليل هو عن كينج طبعا. لير بقى والمسرح بيشبع جزء كبير عند دكتور يحيى الفخراني. والمسرح فيه ميزه انك زي ما تكوني بايه بتعملي بولشنج يعني بتلمعي احاسيسك. لان المسرح اليومي ده والاحاسيس اللي بتكتريها على المسرح بقوه حتى المسرح دي بقى كانك بتعملي تمرين للاحاسيس. زي ما فانت لما تركيني شويه كتير قوي كممثل المسرح ده يرجعك تاني طبعا لكفاءتك يعني. افتقدت فاروق الفيشاوي اللي كان طبعاً موجود جنبك في لير، كان اداء رائع بينكم انتوا الاثنين. طبعا طبعا الله يرحمه. هو كان جاي تعبان الحقيقه، وانا كنت بين نارين كمان يعني مش عارف، بس الحمد لله انه المسرحيه هي اللي مش هي اللي تعبته يعني. بالعكس انا يعني في اوائل الايام الاولانيه كنت مبسوط ان هو متناسي خالص جدا وعايش، وبقيت يعني حابب جدا واقول له يعني كل شوت كل مشهد تقريبا بنخلصه بقول له هاي فكرة الوهج ان هو كان عنده وهج الفنان طبعًا فوق المسرح طبعًا. طبعًا. طبعا الشغل بيدي طبعًا بيدي حياة طبعا، وهو الواحد لاخر لحظة لو قادر لاخر لحظة يعطي بشكل او طبعًا باخر باي قدر يقدر عليه كويس. لازم اقول ان انا يعني انا بشوف دكتور يحيى كتير، لكن الحقيقة ان انا يعني الله اكبر انا شايفه في عينيه يعني بريق حب العمل والسعاده ان انت لله راجع تشتغل حاجه بتحبها، مش راجع تشتغل في المطلق، راجع تشتغل لا 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 حاجه لا لا بتحبها اول يوم ده النهارده طبعا التصوير. فدايما له وهج. الشغل مع شادي عشان ابنك ولا عشان شادي مخرج كويس؟ شوفي انا ما اقدرش اقول على شادي انه مخرج كويس لانه الناس الحمد لله اعتقد انها يعني بيقيم يعني، بس هو شادي الحقيقه انا في حاجه بالنسبه لي انا مهمه قوي ان انا بحس بطمانينه غير طبيعيه وانا بشتغل معاه يعني ببقى مطمن مش عليا بس عليا وعلى العمل يعني
بصرف النظر عن قدراته، لكن هو حريص قوي، هو تركيبة نفسية مصغرة مني، يعني نفس عيوبي خليط بقى بين حضرتك وبين دكتورة لميس بقى، هتاخد بقى التركيز مركز. لا هو أكتر أنا أكتر. هو طارق أكتر مامته، لكن شاهدي الحقيقة المواعيد والشغل والهم بتاع الشغل وكده، وإحساسه بالمسؤولية كبير قوي. يعني لا يمكن يجي مش مذاكر، ده بقول لك بيريحني انا وبيطمني. انا عايزه اشكرك انك رجعت لنا تاني. عايزه اشكرك جدا ان انت هتعمل المسلسل ده اللي انا شخصيا متشوقه، واكيد كل الجمهور متشوق ان احنا نشوفه. ومرسي انك استقبلتنا في اول يوم تصوير، انا عارفه بيبقى صعب قد ايه، لكن انا عارفه ان احنا لينا معزه عند حضرتك. الحمد لله، يا رب نبقى عند حسن ظنكم في المسلسل ان شاء الله باذن الله. واسيب حضرتك بقى، اكيد عندك الاحتفال بتاع اليوم الاول من التصوير. الله يخليك. نجيب زاهي زركش. الحقيقة هو حتى الاسم هم اختاروه كتايتل العمل، لأنه اسم رنان جدا. مش اسم معتاد. مش معتاد صح. بس ده اسم الشخص. ده اسم الشخصية نجيب زاهي زركش، وهو شخصية برضو يتعمل عليها شغل. واضح من اللبس انه الفولار وكده انه نجيب زاهي زركش. الحاجات دي مش بتاعت انا. والساعة بكاتينة. في ساعة بكاتينة وفولار وخواتم وكده. ورينا يا دكتور. ساعة بكاتينة دي اكسسوارز نجيب زاهي زركش. لا ودي حاجات برضو كلها جديدة ما استعملتش، يعني عملتها مخصوص. يعني انا بلبس خواتم كتير، لكن دول اللي اخترتهم مع دينا نديم اللي هو الستايلست. يعني اوريتها الحاجات دي، ان انا دي معموله مخصوص للمسلسل، وافقت عليها. انا بشكرك ومتشوقين جدا ان احنا نشوف المسلسل، وبترك حضرتك بقى اكيد عندكم يا اما شطات يا اما بقى احتفال. هو شطات صغيره وبعدين الاحتفال. اشكرك دكتور يحيى. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. اهلا بكم. النهارده عايزين نتكلم عن تمويل الاخوان، لان جزء مهم من ايقاف الارهاب هو تكفيف منابعه. وعلى مدار اكتر من 90 سنه هي عمر جماعه الاخوان، كان التمويل احد اهم اسرار الجماعه واهم ادواتها ايضا لتنفيذ اهدافها. وزي ما التنظيم له جناح مسلح تقريبا الاعضاء ما يعرفوش عنه اي حاجه، التمويل ايضا وتشابكاته ومصادره كان دايما هو سر الاسرار اللي كتير من القيادات ما يعرفوش عنه حاجه. المتحكمين في تمويل الجماعه كانوا بيتعدوا على اصابع اليد الواحده. من الداخل كان في خيرت الشاطر وحسن مالك بيديروا الاموال في الداخل، وفي الخارج كان في يوسف ندى وابراهيم منير وعصام الحداد وابراهيم الزيات بيديروا التمويل والاموال عالميا. وبينما المعلن ان اموال الاخوان بتيجي من اشتراكات الأعضاء والتبرعات، فالحقيقة إن الجزء الأهم والأكبر من التمويل بيجي عن طريق شركات متشابكة أوفشور امتدت بعد كده للدعم الدولي وغسيل الأموال والأنشطة المشبوهة. حركة التمويل بدأت منين؟ وإحنا هنا هناخد الحركة من بدايتها، منذ بدأت مع الاستعمار البريطاني اللي قدم للجماعة أول تمويل لها بعد تأسيسها على يد حسن البنا، وانتهت الآن بالتمويل القطري السخي والرعاية التركية أيضا. تعالوا نشوف مصادر تمويل الجماعة سواء في مصر أو في الخارج، مصادر التقليدية المعروفة لتمويل الجماعة. هنلاقيها إيه؟ طبعا اشتراكات الأعضاء اللي هي 8% من الدخل الشهري تقريبا، ودلوقتي أضيف إليها 7% تبرعات لأسر المحكوم عليهم والمحبوسين، تبرعات المسلمين في الخارج، تبرعات رجال الأعمال من الجماعة حوالي 20% من أرباحهم، أموال الزكاة أيضا أفتت الجماعة بإلزام أعضائها بدفع زكاتهم للجماعة، بالإضافة بقى لشركات الأوفشور والصرافة والجمعيات الأهلية والمساجد وأموال الإغاثة الإسلامية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وتمويل الحكومات وعلى رأسها قطر. إمبراطورية الجماعة المالية، وده وفقا لكتبهم نفسهم لكتاب يوسف ندى نفسه، بدأ تأسيسها في الخمسينيات
في ليبيا على يد يوسف ندى وغالب همت ومحمود أبو السعود، انتقلوا بعدها بعد سقوط السنوسي ومعهم الأموال إلى إيطاليا ثم فرنسا وسويسرا وباقي أوروبا لاستكمال بناء الإمبراطورية. كل ما دولة تضيق الخناق بينقلوا الأصول لدولة أخرى، وبدأوا بقى بتأسيس الشركات الاستثمارية لتكون غطاء لهذه الأموال اللي بتمول نشاط الجماعة. لكن هذا التمويل شهد طفرة كبيرة مع بدء ظاهرة البنوك الإسلامية، وبدأت الجماعة في تأسيس عدد من البنوك والشركات الأوفشور المرتبطة بها. بنك التقوى وهو بنك أسسه يوسف ندى وغالب همت، وهو البنك اللي اتهمته أمريكا بعد 11 سبتمبر بتمويل العملية الإرهابية، وتم وضعه تحت الحراسة لفترة وتغير نشاطه. بنك أسسه إدريس نصر الدين واتهمته أمريكا أيضا بتمويل الإرهاب ودعم جماعات أصولية مسلحة، وفي بنوك أخرى عديدة. لكن الأهم هنا كانت أيضا شركات الأوفشور اللي أسست منها الجماعة مئات الشركات في مختلف المجالات، وبالإضافة لذلك كان في الجمعيات الأهلية والمراكز اللي كان الغطاء بتاعها الأبحاث والقضايا الإسلامية والاجتماعية، لكنها كانت تعمل على جمع الأموال، أموال من مسلمي أوروبا والعالم، وتعيد توظيفها مرة أخرى واستثمارها في تمويل أنشطة الجماعة. طيب، كل ما سبق ده كان التمويل التقليدي لجماعة الإخوان. إيه اللي حصل وفين النقلة؟ وده كان فيه نقلة بقى، فيه شركات وجمعيات خيرية وأوفشور وغيرها. فين النقلة اللي وصلتنا من التمويل البريطاني في أول الأمر والشركات إلى التمويل القطري؟ الحقيقة أنه سبل التمويل التقليدية للجماعة ما حققت لهمش، حققت لهم التواجد على الأرض، التوغل في أماكن أخرى كثيرة في الدول، بقوا موجودين بيقدموا خدمات إنسانية، خدمات صحية، خدمات تعليمية، لكن ما قدمت لهمش أهم حاجة وهي الوصول للحكم. طب إيه العلاقة بينهم وبين قطر؟ كان في منفعة متبادلة. المنفعة المتبادلة كانت إن قطر أرادت إنها يكون لها ذراع على داخل الدول المختلفة في أوروبا وفي المنطقة أيضا، والإخوان كانوا عايزين يوصلوا للحكم، وبالتالي من هنا جت المنفعة المتبادلة وبدأت قطر التمويل لجماعة الإخوان المسلمين. بدأ التمويل وكانت بريطانيا قاعدة مهمة جدا للتمويل عن طريق إيه؟ عن طريق مجموعة من الأدوات. لكن خلونا الأول نشوف قبل ما نتكلم على أدوات التمويل القطري، نسمع شهادة الكاتب الصحفي العربي في بريطانيا أحمد المصري بيتكلم على التمويل القطري لجماعة الإخوان في بريطانيا. ونخلي بالنا أنه كثير من الجمعيات الأهلية كانت تحت تحقيق، وكان في تحقيق كبير جدا الذي كان لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واللي أكد على خطر فكر الإخوان لكنه لم يحضره. نسمع. ممول الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين هي دولة قطر، وهذا ظهر جليا في خلال أكثر من تقرير داخلي في البرلمان البريطاني، عندما تم تكليف سير جون جينكنز بعمل أبان عهد الرئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، تم وصم الجماعة بأنها تتبنى أيديولوجية إرهابية، وأن كل المنتمين إلى الجماعات الإرهابية الأخرى سواء كانت قاعدة أو نصرة أو داعش حتى يجب أن يعبروا عبر الأيديولوجية للإخوان المسلمين. أنا لي بعض المصادر في داخل بعض المؤسسات الإعلامية المتواجدة في لندن والتي تمولها قطر بدون أسماء، فعلى سبيل المثال إذا أردت أن أمول جماعة الإخوان المسلمين في مكان ما فأنا أقوم بعمل فيلم وثائقي عن كذا، كلفة هذا الفيلم تصل إلى 100 و200 ألف دولار، فهذا يكون قناة ليجل أو قانونية لتحويل هذه الأموال من المحطة الفلانية أو من الموقع الفلاني إلى الشخص المراد تمويله أو الجهة المراد تمويلها في أي مكان.
على سبيل المثال هناك بعض يعني شخص أعرفه أيضا شخصيا وهو يقوم بعمل أفلام دوكيومنتري لديه عقد تعاقد مع قناة تمولها قطر في لندن بأكثر من حوالي 10 ملايين دولار في السنة، فبالتالي هي طريقة للتمويل. بعض الكتاب يصل ما المقال الذي يكتبه في بعض الصحف المحسوبة أيضا على قطر في المملكة المتحدة في بريطانيا إلى 1000 و2000 عن المقال الواحد، وطبعا هذا رقم غير حقيقي. هي طريقة لتمويل الجماعة وتمويل أعضاء الجماعة ومرتباتهم. عملية هذا التمويل تتم سواء في تركيا أيضا من مصادر موثوقة هناك عبر مؤسسات إعلامية معروفة، ويتم تمويل هذه الجماعات باعتبار مرتبات شهرية لأعضاء الجماعة أو تمويل بعض العمليات. دوكيومنتري، مرتبات شهرية، دي طريقة تمويل من طرق التمويل. لما وصلت الجماعة بقى لحكم مصر كان سخاء التمويل القطري كبير جدا. قطر دفعت لحكومة مرسي يعني مليارات وقالت ان ده لدعم مصر، هو طبعا كان لدعم الجماعة، كما انها قدمت ايضا مبالغ ضخمة للجماعة مباشرة بالاضافة للجمعيات الاسلامية في الخارج اللي كانت بترسل دعم لاخوان مصر وسوريا. طب ايه كانت ادوات قطر لتمويل الاخوان منذ البداية؟ عندنا مؤسسة قطر الخيرية اللي اسمها قطر الخيرية بعد كده، بنك الريان وهو مملوك بالكامل، هو بنك موجود في بريطانيا ومملوك بالكامل لقطر، واتهم بتقديم خدمات مالية لجمعيات متطرفة ومثيرة للجدل، وهو بنك تحت التحقيق وتحقق معه السلطات البريطانية بالإضافة للتمويل المباشر. وهنا هنقف قدام مؤسسة قطر الخيرية، وكل ما يتشاف QCD مؤسسة قطر الخيرية يبقى في كلام، يبقى في فلوس كتيرة جدا جاية. أول ما تشوف قطر الخيرية تعرف إن في فلوس كتيرة جاية. هذه المؤسسة التي أسست سنة 92 تشرف عليها العائلة الحاكمة بنفسها، أسست لتقديم المساعدات العاجلة لأطفال للأطفال والضحايا النزاعات في الحروب وكل الكلام ده، لكن ده الغطاء. تحولت بقى مبكرا لدعم الإرهاب في المنطقة، سواء ميليشيات في سوريا أو دعم الإرهاب في مناطق أخرى، دعم في السودان، أي دعم إرهاب موجود عندك هتلاقي قطر الخيرية موجودة. هذه المؤسسة اتهمت مباشرة بدعم التطرف مش بس في منطقة الشرق الأوسط ولكن في أوروبا أيضا، وكان كتاب أوراق قطرية الفرنسي صادر العام الماضي كاشفاً للدور القطري المالي في دعم وتمويل أنشطة الإخوان الإرهابية في مصر والعالم. الكتاب قدم مئات الوثائق اللي أثبتت أن قطر الخيرية كانت قناة لأموال الدوحة التي تتدفق عبرها لدعم الحركات الإرهابية والمتطرفة في العالم، غطاء واضح لتمويل الحكومة القطرية للإخوان في 6 دول أوروبية أهمها فرنسا وإيطاليا وسويسرا، مولت عن طريقها من 2011 ل 2014 عشرات المشروعات للإخوان في الخارج بمئات الملايين من اليوروهات. وأيضا رصد المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة كينجز 800 مليون جنيه استرليني لمن أسماهم بأبناء إبراهيم منير. وهنا هنحط 30 خط تحت الجزء ده، لمن أسماهم بأبناء إبراهيم منير؟ هم مش أبناء إبراهيم منير، هو الآن إبراهيم منير هو بطل المرحلة الحالية، هو يقصد بهذا مش أبناءه ولكن الجمعيات الأهلية التي يشرف عليها، لأن إبراهيم منير يشرف من لندن على عدد كبير جدا من الجمعيات الأهلية التي تدعمها قطر QC قطر تشاريتي. الجمعية أيضا مولت 140 مشروع للإخوان في 2016 فقط في صورة بقى دعم مساجد ومدارس ومراكز بحثية. بعد كده اكتشفت أوروبا أنها تبث التطرف، احنا عارفين أن التطرف بيضرب أوروبا، ضرب فرنسا، ضرب بريطانيا، السويد عندها مشكلة وفيها والبرلمانات في أوروبا النهاردة في ألمانيا وكان في فرنسا أيضا بيتكلموا عن كيف يمكن وقف دعم الإخوان ووقف التطرف داخل المجتمعات الأوروبية. ثبتوا أيضا أن الأموال القطرية من خلال QC أو من خلال قطر تشاريتي ومن خلال منظمات أخرى تشرف عليها الشيخة موزة كانت تمول طارق رمضان
حفيد البنا المتهم بالتحرش في فرنسا، وابن القيادي المعروف في أوروبا سعيد رمضان، كان بيوصلوا مرتبات شهرية من إحدى المنظمات، وكان بيوصلوا أموال أخرى عن طريق قطر للتمويل. تركيا جزء آخر مهم جدا من حلقة التمويل. تركيا شريك لقطر، يمكن مش بتقدم نفس حجم التمويل، ولكن بتقدم أيضا الغطاء السياسي، إنها بتأوي كثير وعشرات وما كانش مئات من الفارين من الجماعة، وجزء منهم طبعا في التمويل. خلونا نشوف هذه الشهادة للصحفي المعارض أو المعارض التركي بركات كار بيتكلم عن التمويل والدعم التركي للإخوان. تواطؤ الحزب العدلي والتنمية ورئيسه مع الإخوان المسلمين، ابتداء طبعا هذا التواطؤ في دول كثيرة كما أشرت لها، ومع أحزاب في المنطقة، لكن تحول إلى دعم قوي ومباشر وحماية هذه القوى، كان في بلدها وكان في على الأراضي التركية أيضا. طالما هنا قوى بالحقيقة كانت من مصر أو من دول عربية أخرى الموصوفة حسب النظام التركي بالمعارضة، الآن نعرف بأنها متواجدة ومقيمة في تركيا، وهي يؤمن لها الدعم على كل المستويات. هذا بتقديري سيستمر طالما هناك لا يوجد علاقات متينة دبلوماسية بين ثنائية بين تركيا ومصر. للأسف الشديد طالما حزب العدل والتنمية الآن مسيطر وهو له الأهداف والخلفيات الإيديولوجية والسياسية والتاريخية اتجاه هذه إخوان المسلمين، سيستمر أيضا طالما هو في السلطة باستمرار بتقديم كل أنواع المساعدات لهذا التنظيمات والقيادات الأساسية المعروفة، منها سريا ومنها علنيا. نحن أمام شبكة تمويل شديدة التعقيد والتشابه، هدفها في الأساس هو دعم التطرف والإرهاب، شفنا أثاره في مصر، لكن في أوروبا أيضا أصبحت تحت الأنظار بعد أن زلزل المجتمع الأوروبي. الحقيقة أننا قدرنا في مصر إما عن طريق إجراءات صارمة للمركزي أو إجراءات قضائية للجنة حصر الأموال أموال الإخوان من تكفيف معظم هذه المنابع، لكن دايما لازم نفتكر أن العدو يقف لنا مستعدا بالمرصاد، جاهز ماليا، مستعد فكريا، وعلينا دائما ألا نخفو، دائما ألا نخفو في هذه المعركة المستمرة. خلونا نشوف هذه الأرقام ونستقبل ضيفنا. أهلا بكم من جديد. ماذا تبقى من جماعة الإخوان ما بين التمويل والهيكل الجديد للجماعة؟ الأستاذ مختار نوح المحامي والقيادي السابق في جماعة الإخوان، أنا بحييك وبشكرك أنك موجود وأنك سمعت كل الشرح ده. إزاي، ده كلام جميل جدا، أنا الحقيقة ده شرح وافي. أشكرك بجد، يعني أشكرك ده يعني جزء من يعني الحديث عن تشابكات المالية للجماعة، ده موضوع معقد جدا قعدنا فيه شهور. لا هو شرح وافي، وكان سبق قبل كده في بحث كتبه الدكتور عبد الخالق فاروق على اقتصاديات جماعة الإخوان، يعني قريب من اللي حضرتك قلتيه، لكن طبعا حضرتك قلتيه أشمل وأعم يعني. خلينا نتكلم على هيكل الإخوان الآن. وحضرتك أكتر من أكتر الناس التي تدرك شكل الصراع، هل هناك صراع؟ هل هناك إعادة تشكيل الهيكل مع وجود إبراهيم منير، ولأول مرة الجماعة تدار من لندن؟ كيف تغير شكل هذا الهيكل؟ من يدير الإخوان الآن؟ وأنا عايز أقول بس كلمة مرتبطة بالحضرتك قلتيه، إن في أيضا مصدر من مصادر الإنفاق وهي أجهزة المخابرات الدولية. أوروبا نفسها بتصرف على الإخوان عشان تفضل صح. أوروبا نفسها، أمريكا كله عايز يصرف على الإخوان عشان تظل موجودة مش تنتهي للأبد، هم عايزينه سلاح تحت الاستخدام.
لكن ما حدش عايز اطلاقا من اوروبا انه يقضي على الاخوان، حتى لو طلع قرار من البرلمان بانها منظمه ارهابيه. هي ممكن تنتهي من مصر، ممكن تنتهي من الكويت، انما لا يتخيل انسان ان قطر بتدفع فلوس الاخوان عشان قطر عايزه تدي فلوس الاخوان. لا طبعا، انما ده تكليف جاي من اوروبا ومن امريكا لقطر تدي الاخوان. بس دول اوروبا كلها بدات تئن، يعني فرنسا كلام قدمت ظاهر، يعني فرنسا البرلمان في 44 طلب احاطه، المانيا النهارده ظاهر البرلمان، انما نفقات المخابرات لا تخضع لرقابه احد. والمخابرات الاوروبيه كلها تريد ان تستخدم الاخوان لمصالحها، كل يريد العمل خاص به، مش تركيا واحده. حتى تركيا لا تفعل ذلك، لان تركيا داخله مع اسرائيل في حلف شديد، ودخل في أمريكا ومع أوروبا في حلف شديد، فمش ممكن تعتبر أي دولة منفصلة. دي نقطة. النقطة الثانية أن الخلاف الظاهر هو طبعا الإخوان انتهت من مصر. هل ما أنا هقف هنا بقى، أيوة. هل انتهت الإخوان من مصر؟ طبعا. هل انتهت جماعة الإخوان من مصر؟ طبعا، موجود بقايا فكر جامد، بقايا فكر موروث، بقايا تقاليد موروثة، لكن محدش بيبذل جهد عشان ازالته. لو بذل اقل جهد هيزال، ويظهر بقى الاسلام المعتدل بتاعنا بتاع الستينات، بتاع اغاثه الجار واغاثه المالوف. ده بقى دي بقى مهمه تانية مش عايزين نتطرق ليها. لكن اللي موجود كفكر اخواني يعتمد على الانفصام عن المجتمع، فكر قطب بالذات، وفكر تكفيري، ده خلاص اصبح ملوش وجود. ولا هو كامن اذا ما تم تحريكه وإذا ما تم تمويله هيرجع تاني؟ لا، مش كامل، لأن هو أصلا كدراسة يعني ظهرت في أكثر من موضع. يعني المجتمع المصري دخل في اختبار مع نفسه في أكثر من موضع وانتصر، وأخيرا حتى الانتخابات الأخيرة. يعني بغض النظر عن عدم الإقبال على العملية الانتخابية، إنما كان في توجه بغض النظر. لما بنيجي نشوف دلوقتي الفيسبوك والإقبال والنزول، لا، المسألة بتختلف خالص. يعني مستوى، حتى مستوى الغضب من بعض القرارات السياسية تجدها دائما لا تخلط بين هذا الغضب وبين الإخوان. أصبحت مسألة الإخوان دي كلمة ما تعبرش عن الشرف قوي. زمان كان 90% من رصيد الإخوان الانطباع، المظلومية، الشرف، الأمانة، التستر خلف الدين. دلوقتي المسألة بقت مرتبطة بالخيانة، بزوبع، بناصر، بشريف، بالحاجات، المغامرات الجنسية، المغامرات المادية، الجاسوسية. يعني الانطباع ما عادش هو الانطباع اللي كان زمان بيأكل عيش هنا في مصر. أما في أوروبا فده استخدام مخابراتي أنا، يعني يحتاج 100 حلقة عشان نتكلم. طيب نرجع تاني للهيكل الآن، هيكل الإخوان الآن بقيادة إبراهيم منير. أيوه. اللي بيسيطر على جمعية الأهلية والفلوس وكل حاجة، ولأول مرة القيادة بتنتقل خارج مصر إلى بريطانيا. طبعا هو دي اضطرار، لكن هل يحيى موسى مثلا رئيس العمليات النوعية والاغتيالات، الزعيم اللي اغتال الشهيد هشام بركات، هيخضع لإبراهيم منير؟ هل عصام تليمة هيخضع لإبراهيم منير؟ محمود حسين هيخضع لإبراهيم منير؟ ده إبراهيم منير أصلا فكر علماني عندهم، يعني فكر علماني مش عارف حتى يستتر بالدين، ولما بيحضر في مجتمعات بيبيح الشذوذ الجنسي، بيبيح الإلحاد، بيبيح الحرية الجنسية، حاجة زي كده، فحتى مش قادر يستتر في ثوب دين. بس كل من ذكرتهم حضرتك مقيمين الآن في تركيا، هل دول بيخضعوا لإبراهيم منير، ولا هل في بينهم هنا بقى فكرة الجناحين والصراع بين يعني جيل الوسط اللي هو موجود في تركيا وبين الجيل القديم أو الحرس القديم اللي بقيادة إبراهيم منير؟ ما عادش الكلام ده، ما عادش فيه الحفاظ على ده. لحضرتك المذيعين اللي بيقدموا برنامجين ورا بعض بيبلغوا عن بعض وكارهين بعض يعني ده بيقفل البرنامج والتاني يبلغ عنه. لا، ما فيش الكلام ده دلوقتي. يعني حضرتك الميثاق الفكري اللي كانوا بيتجمعوا حوله انتهى خلاص، وما عادش فيه خير او امان لحد. ايمن نور بيتبلغ عليه وبيدرب اسفين وبيشتكي هو من هذا. الصحفيين اللي عنده كله بيراقب كله. المخابرات التركيه زرع بينهم مخابرات، يعني مش بس هي بتتعامل معاهم، لا، ده هي كمان بتراقبهم علشان مش واثقه فيهم. يعني حضرتك نقدر نقول
ان ما فيش مجموعات، ما فيش جناحات، ما فيش افكار، يعني ايه اللي هيكون فرق بين عمرو عبد الهادي مثلا وبين سيف عبد الفتاح؟ ايه اللي هيكون فرق بينهم؟ يعني ايه الفكر اللي هيميز ده عن ده؟ القطبيين كانوا جايين بفكر قوي وهو التكفير، تكفير المجتمع، وبالتالي كانوا جناح في الاول، الجناح ده امتد وانتصر. انما اللي موجود دلوقتي في مين يحمل فكر؟ في مين يحمل فكر؟ محمد الصغير بيحمل فكر؟ ما بيحملش حاجه. القرضاوي ما بقاش عنده، بقاش عنده حاجه يقولها. مين يعني؟ عصام تليمه كلمه المشيخه اللي كانت او الشكل اللي كان بيحاول يتعلى بيه خلص، ما بقاش حتى عارف يقول كلمتين على بعض. لما بيجي يسالوه في برامج الفتوى بيقول انا قلت الكلام ده قبل كده، انا مش عارف ايه الكلام ده جدل، يعني يحاول انه يقضي الساعات باي طريقه. مال حضرتك يعني وكأن الجماعه قد انتهت، الجماعه لم تنتهي فكريا، انتهت فكريا انتهت، انما كتوظيف ما انتهتش. اصل مين هيشوف قدامه سلاح ويرميه من اوروبا؟ وهي لو فكريا انتهت كان ليه ابراهيم منير يبعت رساله لماكرون ليؤكد انه لسه موجود وان الجماعه ما زالت موجوده؟ ليه اللي موجودين اللي خرجوا وموجودين في تركيا قاعدين طول النهار والليل ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيقلبوا الدنيا ويالفوا حاجات ويكذبوا؟ لا، ما زال هناك هدف ما يا فندم حضرتك والساده المشاهدين عشان يعرفوا الاخوان. الاخوان كان بتولد في الشهر مثلا 100,000 عضو جديد في الشهر. الإخوان كان اللي ينزل في أي حتة كان ياخد 40,000 صوت ويقول أنا خسرت. الناس كلها كانت مستجيبة. يعني تعالي حضرتك شوفي معدل نمو الإخوان الآن، المعدل نمو صفر، اللي موجود هم اللي موجودين. إنما الجيل الجديد هتيجي 2-3 من الجيل الجديد يقولوا إحنا إخوان، أو يسمعوا كلام سيد قطب، أو يسمعوا كلام حسن البنا، او يسمعوا كلام قرضاوي. حتى اللي موجودين في حتى اللي موجودين حتى الموجودين في تركيا القرضاوي ما حدش بيقرا له. القرضاوي كان بيتباع من كتاب الحلال والحرام، ده كان بيتباع مليون نسخه حضرتك، مليون نسخه وقت ما كنا 40 مليون كان بيتباع مليون نسخه الحلال والحرام. الفتاوى العصريه او فتاوى معاصر القرضاوي كان بيبيع اضعاف الكميه تصوير. يعني المعدل لازم يتقري في اللي موجود دلوقتي. مفيش جيل جديد يحتفظ لنفسه بكتاب عن سيد قطب او كتاب معركه الراسماليه او كتاب معارف الطريق. معارف الطريق ده طبع كم مره حضرتك؟ كانت اجيال بتتلاحق دخول في الاخوان. النهارده اطبعي اي كتاب حضرتك واطرحيه في السوق مش هيتباع منه نسختين، لان طبعا هذا الفكر هجر واصبح رهن بالتجميد وبالتحجر وبالرجعيه، وبعدين اصبح رهن بالاستغلال والتوظيف لمصلحة سياسية. فهذه المسائل هي اللي احنا بنقيس عليها، الأجيال الجديدة فين؟ إنما اللي موجود موجود، بس موجود لأسباب، موجود لأسباب لأن الإخوان بالنسبة له طوق نجاة، وموجود لأسباب إن الإخوان ما يقدرش يسيبها، هي بالنسبة له اللي بتصرف على أولاده وعياله، موجود لأنه خايف إنه يتقال عليه إنه خان أو ترك الطريق. في ناس كتيرة جدا غيرت، وأجي أقول له طيب ما تعلن ذلك يقول لي أضرب بالنار، الناس هتغضب مني، اصحابي هيقطعوني. ما هو ده موجود، لكن الثابت عمليا ان ما فيش حد دخل السجن وخرج اخوان، مش خوف لان ما اتضربوش في السجن، انما خرج بلغ عن الاخرين برغبته. يعني بيبلغوا عن بعض؟ طبعا طبعا بيبلغوا عن بعض وبسهوله، وهم عارفين بعض في ذلك. يعني حضرتك الراجل راكب العربيه وبيلف على البيوت، لما بيركبوا معاه هو اللي يقول لهم ايوه انا قلت له، ما خلاص كل حاجه معروفه. الناس في التليفون كانوا بيتكلموا مكالمه على ان هم هيلتقوا في النقطه كذا، والمكالمه اتسجلت، كل واحد اتسجلت المكالمه دل على المجموعه كلها. ده جديد ولا ده من زمان هم بيبلغوا عن بعض؟ ما هو التبليغ ده هو اللي قضى على نشاط الاخوان في مصر. اللي جاي كله مستورد، يعني عمليه النائب العام دي جايه مستورده عن طريق رسائل بعتها يحيى موسى لاولاد هنا تركوا الاخوان ودخلوا القطبية أو اللجان النوعية. فحضرتك اتصفت المسألة خلاص. اللي موجود دلوقتي عايز بقى يعيش حياة صح، يراجع أفكاره تاني،
يظبط اموره كان ماشي ازاي، الهدف ايه من الاخوان كان ايه، هل هدف دين ولا هدف سياسي، لان النص ما كانش عارف الهدف والنص التاني كان بيفكر احنا بنعمل كده ليه. طيب اسمح لي نخرج فاصل قصير وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار ونسأل، طيب اذا كان الاخوان كفكرة انتهت ماذا يدير ابراهيم منير في لندن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الإخوان ما بين التمويل والهيكل الجديد، ومعنا الأستاذ مختار نوح المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. طيب حضرتك بتقول أن الإخوان انتهت كفكرة وأن الجماعة خلاص ما فضلش، لا يوجد فيها جيل جديد يدخل في الإخوان. طيب إبراهيم منير بيعمل إيه؟ يعني في لندن ماذا يدير إبراهيم منير وهو لغى الأمانة العامة، حل كل الحاجات دي، وعنده إيه بيعمل، عامل إيه، تيسير أعمال، مكتب تيسير أعمال. تيسير أعمال، بس هو غير تيسير الأعمال بقى، هو بيروج لنفسه مش للإخوان. يعني هو إبراهيم منير مستفيد من هذا الوضع جدا. ليه؟ بمعنى أني صاحب كلمة يخطر العالم كله لدى الحكومات، يعني أني صاحب كلمة على تنظيم الإخوان. ده بعد جواب لماكرون. أيوة طبعا، لأنه بيسوق لنفسه أنه صاحب كلمة على هذا التنظيم، من أراد أن يستخدمه فمن خلاله التخاطب هيكون معايا، المخابرات لازم تتكلم معايا أنا. وده طبعا شرف بالنسبة له، شرف عظيم جدا أن مخابرات دولة تتكلم معاه، يعني عايزينهم في مهمة، عايزين والله الخبر ده يمشي كذا، عايزين قنوات كذا، او حد يفتح لهم قناه او يديهم جريده يشغلوها، او عايزين نضعف مصر في الجانب الفلاني. يعني هو موضوع اثيوبيا وموضوع ليبيا ده ادير بعيدا عن المخابرات الاوروبيه والمخابرات الاثيوبيه والمخابرات التركيه، اكيد لا طبعا ما قدرش. دي بقى فنون بقى، ان يطلع مقال، ان نشتري جورنان، ان نركز نشتري نفس المذيعين الجواسيس اللي هم هيركزوا على قضية أثيوبيا عشان يخف أو نخف إحنا على ليبيا شوية، أو نترك ليبيا في حالها مثلا. يعني ده تخطيط. يعني بتقولي إن في، يعني إبراهيم منير هو يدير إخوان الإخوان الموجودين في تركيا، هو يسوق لنفسه من خلال سمعة إدارة الإخوان، مع إنه لا يدير الإخوان. هو فعليا لا يدير الإخوان، ولا يدير الإخوان في تركيا. خليه يعمل مؤتمر عام كده ونشوف مين هيحضر، خليه يعمل بيع علنية وتشوف الأفراد اللي بيعمل. ولا علاقة له مثلا بإخوان ليبيا؟ لا يعني إخوان من ليبيا الممكن وإخوان أن يتم الاتصال التنظيم الدولي بقى. لا 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 خلاص بقى انتهى التنظيم الدولي، من الممكن أن يتم الاتصال به كشخص معروف، إنما كبيعة لا. محمود عزت طول عمرنا نعرف أنه هو المرشد مش بديع. محمود عزت المرشد، لما قبض على محمود عزت حصل تصلب في الشرايين كلها، وقفت. ليه بقى؟ لأنه كان المرشد. المسألة إيه؟ المسألة عمل بيؤدى، مش عملية أنا المرشد أنا المرشد، يعني هيمشي يقول أنا المرشد المرشد نسخة الدولة، لا. ده معناه أن يصبح هو صاحب كلمة على تنظيم يحيى موسى مثلا، على عصام تليمة، على محمود الأمين العام محمود حسين مثلا. انما مساله بقى ان انا المرشد عند اوروبا دي علشان يسوق نفسه لدى المخابرات وتستخدمه او تتعامل معاه عندما تحتاج الى جهد معين من الاخوان او وظيفه معينه مخابراتيه، ده موضوع تاني. ده احنا ممكن احنا كمان نستعين بيه والله كمخابرات. عادي استسويع حضرتك، يعني ده واحد بيسوق لنفسه، لكن لو ان هو قادر على جمع الاخوان يورينا مؤتمر عام، يعمل اي حاجه، لكن هو ما عندوش. لذلك أنا بقول لحضرتك إن التنظيم الدولي سقط يوم خلافات الكويتة مع العراقيين، إخوان دول مع الإخوان دول، سقطوا من حتى احترامهم من المصريين بسبب قضية صدام حسين. بدأ الخلاف يدوب حينما احترم الإخوان بعض الدول بعض النظم، وحينما خرجوا من التنظيم الدولي أصبح التنظيم الدولي ده أسماء، حتى هذه الأسماء الآن ضاعت. والإخوان اللي موجودين في تركيا، إحنا قلنا قبل كده إن ظروفهم لا تسمح بالتضحية بأنفسهم مرة أخرى. كفاية المقلب اللي خدوه لما سافروا، البعض منهم ما بيشتغلش، البعض منهم ما عندوش. ده أنا بقول لحضرتك إن هيجي وقت إن مصر هتمد لهم تقول لهم تعالوا عشان تاكلوا عيش، ده الأسر بتموت بتتشرد،
الدكاترة هناك، أنا يعني قلت قبل كده الدكاترة بتعمل أعمال لا تليق بوظائفها ولا بشهاداتها. لذلك حضرتك إبراهيم منير وغيره إبراهيم منير ناس كتيرة بس تظهر في الصورة، لأن الظهور في الصورة يعني ألافات الدولارات، يعني التسويق، يعني المكانة. إنما الإخوان برا منقسمين ومشتتين وحاسين بالضياع والتمزق بين القنوات الفضائية. حتى العاملين في القنوات الفضائية الحاصلين على أكبر كورسات دولية بيشتغلوا في أعمال وظيفية عادية جدا للأسف الشديد. حتى في مين اللي بيقبض في القنوات الفضائية؟ فقط الكبار، الوجوه المعروفة نقدر نعدهم الأربعة خمسة المعروفين، الباقي عمال عاديين حتى ما فهمش إعداد، لأن الإعداد بيجي لهم جاهز تقريبا. يعني بيجي لهم جاهز بقى منين؟ هو ده بقى السؤال، منين ما بقى؟ هو في مسؤول مخابرات تركيا هو المسؤول عنه. هو عزام التميمي ده جاي لوحده؟ يعني ما في الخلافات دي موجودة، يعني ما يتعاملش مع الحكومة التركية إلا بمواعيد سابقة وندرة. إنما المسؤول عن كل الإخوان تشغيلهم فرد من المخابرات، وهو كمان بيشغل واحد ما بيتلتقيش بيه مباشرة. ما هوش سنة أولى علشان يتعامل مباشرة مع الإخوان ويقول لهم لا. طبعا أنا بتعامل مع مثلا عزام التميم، عزام التميم ما حدش يسأله عن حاجة، مدير قناة المكملين لا يمكن حد يفتح معاه حوار. هو اجتمع معاهم مرة واحدة من سنة لما قال لهم هنخفض ساعات الإنتاج وهنعمل كذا وهنخفض الرواتب وهنفصل 25% وهنعمل كذا، بس بعد كده ما حدش شافه. المسائل دي حضرتك ممكن هنا تقدر تقابل أي مسؤول، تقدر تشتم أي مسؤول. هما مش هناك حضرتك النقد ذاته ما بيطلعش منهم. النقد يعني في أي عدد خليه يقول أن السيول أثرت على شط تركي، لا يمكن يقول كده، استحال، مش مسموح له. اللي مسموح له فقط أنت جاي عشان مصر، بتأدي دور عشان مصر، سواء قناة الشرق أو مكملي. وده بقى حضرتك اللي جارح المصريين هناك، إنه لو حب يخرج عن الحوار تبص تلاقيه يطلع له العفريت من ورا الباب يقطع له الخط، يطلع بره ويجيب غيره تاني يوم سيقدم لكم فلان فلان. ومش مسموح للزور الهوى إلا الثلاثة، الباقي تسجيلات. لو حضرتك بتقول لي إنه الجماعة قد انتهت وإن تأثيرها قد انتهى وإنها لم تعد موجودة على الأرض، وطبعا إحنا شايفين ده، لكن أنا لسه شايفة إنه لابد أن هناك خلايا نائمة بتحاول هذه القوى الشر اللي بره دي او اللي قاعدين ورا التلفزيونات وغيرهم ان هم يحركوها. او طب هي اجهزه المخابرات بتصرف عليهم ليه اذا كانت الجماعه قد انتهت؟ لماذا كل هذه الالاف ومئات الالاف من الدولارات؟ انا قلت لحضرتك من الموجودين طبعا، غير انهم شتات، بس من الموجودين طبعا، من اللي عنده 56 سنه ما هو عايش، واللي عنده 30 سنه ده يعني ما سابش الإخوان من 2013، هو لسه عايش بحلم إن كانت دولة إسلامية وراحت أوطى. فالجيل ده حضرتك لازم يكون موجود. فأنا بقول لحضرتك أيوة طبعا موجود من الأيام دي، بس شتات متفرقين لا يجمعهم هدف ولا تجمعهم فكرة، ده أساسي. وطبعا لو عدناهم هنعد أكتر من 80 فصيل يعني. انما اللي بقول لحضرتك ان مفيش نبت جديد. حضرتك الاخوان النبت الجديد ده كانت ايه روافضه؟ كان في حاجه اسمها الاشبال وفي حاجه اسمها الزهرات، ده جيل جديد، جيل بنقدمه في المدرسه مش عارف ايه الاسلاميه. بنعمل جيل جديد مثلا 1500 فتاه يطلع منهم حوالي 1000 اخوان بيع ما فيهاش كلام. في مدرسه ابن خلدون مثلا هيبقى عندنا 1000 شاب أشبال، 1000 شاب أشبال، سواء كانوا أولاد إخوان أو أقارب إخوان أو اصطياد في المرحلة الثانوية أو المرحلة الإعدادية. ده جيل حضرتك، ده قسم مخصوص في الإخوان اسمه الأشبال والزهرات. بعد كده ينتقل الأشبال إلى أقسام بقى اللي هي الكبار، والزهرات إلى الأقسام بتاعت النساء، وهكذا. يمسكهم الشيخ الخطيب مثلا، يمسكهم كده وهكذا. من خلال هذا الفرخ الجديد، هي دي الإخوان مش القديم، هي دي الإخوان. تجد بقى الإخوان محسوبة، كانت النهاردة 40 ألف بكرة بقت 100 ألف. إنما دلوقتي حضرتك
هاتيني مدرسة إسلامية فيها قسم الأشبال، لا يمكن طبعا، أو فهم الأشبال حتى. قبل ما أنهي هذا الحوار، إبراهيم منير لغى الأمانة العامة، طب محمود حسين عمل إيه؟ محمود حسين كان الأمين العام. محمود حسين دلوقتي وإبراهيم منير لغاها، ده حتى لم يعترض. يعني العلاقة بينهم إيه؟ يعني بيكلموا بعض يعني دي كان هيكل التشكيل بتاع هيكل الجماعة، يعني هي فكت كده ومحدش بيكلم حد، محدش بيقول لحد حاجة. حضرتك مصر البلد الوحيد اللي ما بيذيعش التسريبات، هم اللي بيذيعوا التسريبات بتاعتهم. يعني حضرتك اقري كلام محمود حسين على بلاش، اقري كلام عصام تليمة على ابراهيم منير، ما هي دي تسجيلات. سامي كمال الدين على ايمن نور هتلاقي، ما هم دي مش تسريبات، ده هم بيسجلوا بيهددوا بعض بالتسجيلات. محمود حسين ما يقدرش يفتح بقه لانه متهم في قضايا سرقه، ودي برضو مش تسريبات، ده هم اللي سجلوا حكايه سرقه محمود حسين لبعض الاموال لاولاده، وهذه الاشياء اعترف بها ايضا. حضرتك الوضع كله محرج، الوضع كله محرج للاخوان. الاخوان في وضع ما يتكررش، انما الاحتفاظ بيهم من الدول الاوروبيه وتمويل المخابرات ده، لان ده خنجر لازم نحتفظ بيه، كل ما يصدي اسنه شويه. طب وده علامه مهمه جدا بالنسبه لنا جميعا ان احنا نحذر منها، انه يعني طبعا جاسوسيه، ما زالوا يعني هم باقونا في الخارج لاستخدامهم وقت اللزوم. مفيش جاسوس بطل شغل يا فندم، ما حصلتش. الجاسوس بيبطل شغل لما يتقبض عليه ويعدم، انما مفيش جاسوس بمزاجه قال توبته الى الله واكتفى بال100,000 دولار اللي خدهم امبارح، وقال ال100,000 دولار اللي جايين مش هاخدهم. ما ينفعش، ما يبقاش جاسوس، ده يبقى راجل صالح. استاذ يعني مختار، كلمه اخيره عن وضع الاخوان الان وتمويل قطر لهم والوضع العام للاخوان. عريف، انا قلت لحضرتك ان ما فيش دوله لا قطر ولا تركيا بتساعد الاخوان الا بتكليف، والتكليف جاي من اوروبا وجاي من امريكا بالذات، لان اوروبا وامريكا محتفظه بالاخوان لانهم بيحققوا لها غايه اضعاف بعض الدول حينما تخرج عن الطوق او تخرج عن الحد المسموح به. ولذلك الاخوان موجهين لمصر. عمرك شفت حضرتك بلد فيها 4 قنوات ضدها و70 دولة ومش عارف ايه واثيوبيا؟ ما فيش بلد كده، انما بلد خرجت وادت وداخله في نطاق العالميه وبيتعدلها دلوقتي، العاشر في التسليح، الرابع مش عارف، ده كلام ما اوروبا مش هتفرح بيه. يعني اوروبا اللي قعدت 40 سنه تقتل في الشرق وتقسمه، هتيجي النهارده تتفرج على مصر وهي بتنهض؟ مش معقول. فيبقى الاخوان يقوموا بهذا الدور لغايه اما تيجي كلمه اخيره زي برنامج حضرتك ينهي على هذه المسائل كلها. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مختار نوح المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وبشكركم اعزائي المشاهدين، دي كانت كلمتنا الاخيره النهارده، نتقابل بكره باذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.